وتنضم إلينا من رام الله دكتورة تامر حداد الكاتبة والباحثة السياسية. بعد التحية سيدتي، نتحدث هنا حول استهداف إسرائيلي من الاحتلال الإسرائيلي طبعا بشدة لقطاع غزة، ومحاولة استهداف مدنيين بالتحديد في القطاع، تدمير بنى تحتية، أبراج سكنية ومدنية كما تعلمين. إذن يستمر الاحتلال الإسرائيلي في هجماته العنيفة وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين العزل. ما الخيارات الآن أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلي؟ صباح المشاهدين والمشاهدات الكرام، وتحياتي لكم. طبعا الاحتلال الإسرائيلي الآن مصمم على اتباع سياسة الحزام الناري والقوة التدميرية، وبالتحديد في سياق المدنيين، وهو أيضا مصمم على اجتياح قطاع غزة بريا، وهذا بحاجة أن يكون هناك تدمير بعض المنازل والشقق والأبراج السكنية حتى يتسنى أن يكون هناك توسعة للشوارع تحت سياق أو تحت إطار منطقة قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن تحت هذه الشقق السكنية تم إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية، لذلك الاحتلال الإسرائيلي هو مستمر في سياسته، وبالتحديد أن أصبح هناك ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد بايدن عندما أشار إليه يجب أن يكون هناك حسم. وبالعكس يعني نتنياهو الآن لديه خيار أكثر من نقطة. النقطة الأولى بعملية تشكيل حكومة الطوارئ، وسوف يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. هذه الحكومة يعني حكومة حرب، هذا إشارة أن واقع ما يحدث في قطاع غزة سواء كان الجرائم الإنسانية أو الجرائم البشرية سوف تستمر في سياق القطاع، وبالتحديد أن هناك فرصة بالنسبة لنتنياهو على القضاء على حركة حماس واستئصال حركة حماس، وبالتحديد أن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت معنية في القضاء على حركة حماس قبل هذه الضربة الاستباقية، لكن حركة حماس طبقت هذه النقطة بعملية الضربة الاستباقية كون أن الولايات المتحدة الأمريكية ووكيلها الاحتلال الإسرائيلي كان هناك خطط سوف يتم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط، وأولى هذه المخططات وهي القضاء على وكلاء محور إيران أو أذرع إيران، كان أولى هذه الأذرع هي حركة حماس، لكن حركة حماس استبقت هذه الضربة الاستباقية بعملية الطوفان الأقصى، وبالتحديد أن هذا الأمر أدى إلى أن تشعر وأن تظهر أن الاحتلال الإسرائيلي في حالة من الخوف وحالة من الارتباك، وهذا ما شهد. لكن بعد دكتورة تمارا، بعد أن وافق حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم على إقامة حكومة طوارئ قومية أو ما يسمى بحكومة حرب، إذن ما السيناريو المتوقع برأيك، وخاصة أن هناك من يتحدث حول أن هذه الحكومة قد يعني بعد تشكيلها قد يؤدي هذا إلى إبادة جماعية للمواطنين أو جرائم حرب أكثر مما نشاهده الآن؟ صحيح بالفعل، يعني هناك مخطط أمريكي إسرائيلي بعملية الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي. طبعا الهدف الأساسي من هذا السياق هو تهجير المواطن الفلسطيني من قطاع غزة، هذا الهدف الأساسي، وإبعاده عن أرضه وإبعاده عن موطنه الأصلي وإبعاده عن موقعه الأصلي إلى منطقة سيناء. هناك مخطط في صفقة القرن، من يقول أن صفقة القرن قد قضيت وقد انتهت هذا غير صحيح. الاحتلال الإسرائيلي الآن يتماشى مع المرحلة السادسة، والمرحلة السادسة تشير أن يجب القضاء على حركة حماس وإبعاد الفلسطيني عن منطقة قطاع غزة من أجل التسني السيطرة على غاز غزة. الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الآن عنية في غاز غزة، لماذا؟ والذي هو قبالة قطاع غزة، قبالة سواحل قطاع غزة، لأنهم يعلمون تماما أن هذا الغاز هو يتوافر ويتواجد داخله الآلاف والمليارات من الغاز، قد يكفي إلى 2050، وهذا إشارة أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يقضي على الجهة التي تعطل على استخراج غاز غزة، والجهة التي تعطل هذا السياق هي حركة حماس، وحركة حماس أشارت إلى أكثر من نقطة أن إذا لم تعطي أي امتيازات اقتصادية لحركة حماس داخل سياق قطاع غزة من خلال غاز غزة، فإن سوف تعمل عملية القضاء على من سوف يقوم على استخراج هذا الغاز. نعم. الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو هنا معنيين أيضا على القضاء على حركة حماس، ناهيك أن هناك خطة أكبر، هناك خطة أكبر في سياق هذه المعركة. المعركة هذه ليست هي معركة ما بين احتلال إسرائيلي وأيضا قوة محلية قوة فلسطينية كحركة حماس، المعركة الولايات المتحدة الأمريكية تجر المنطقة إلى حرب. لماذا؟ هناك تنافس، هناك تنافس حقيقي في المنطقة، وبالتحديد أن منطقة الشرق الأوسط هي نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية. عندما شعر أن هذا النفوذ سوف يتم سحب هذا النفوذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يعطى إلى نفوذ الصين، وبالتحديد أن هناك محور إيران والوكلاء وذلك
سوف يتم مساعدة الصين. الولايات المتحدة الأمريكية حسمت موقفها الآن، تريد الرجوع إلى المنطقة، ولكن من أجل تحقيق الممر الاقتصادي من الهند إلى منطقة إسرائيل إلى أوروبا، هذا الممر لن ينجز ولن يتحقق نجاحه نعم، إلا بإذن. وهل هذا هو الذي يعني دعا الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسل حاملة طائرات فورد إلى سواحل المنطقة؟ وأيضا في نفس الوقت الحديث حول أن بلينكين سوف يجري يوم الخميس زيارة إلى إسرائيل، هذه الزيارة تأتي في سياق التضامن من قبل الولايات المتحدة مع إسرائيل؟ طبعا بالفعل، يعني الولايات المتحده الامريكيه حسمت موقفها عندما اشارت ان هذه قوه حماس هي داعش، عندما وازنت داعش الحركه التي انشاتها الولايات المتحده الامريكيه، الحركه داعش الارهابيه التي تم مساواتها بحركه حماس المقاومه التي تقاوم وتواجه الاحتلال الاسرائيلي، اعتقد ان الفكره الاساسيه هي اقتلاع حركه حماس، اقتلاعها من المنطقه. فبالتالي اذا شعرت الولايات المتحده الامريكيه ان اكبر ذراع في المنطقه وبالتحديد منطقه فلسطين المحتله وهي حماس، اذا تم القضاء عليها، هذا يعني ان اصبح تدريجيا نحو القضاء الى الوكيل الاخر، يعني الهدف الاساسي القضاء على حماس، ثم القضاء على حزب الله، القضاء على الحشد الشعبي في العراق، القضاء على انصار الله في اليمن، الحوثيين في اليمن. طب هل يمكن أن نتحدث بعيدا عن ذلك في هذا السياق دكتورة تمارا ونقول أن يعني تشكيل هذه الحكومة وهذا السيناريو الخطر الذي يمكن أن تقوم بإسرائيل من خلال إبادة جماعية وتعنت وأيضا انتهاكات أكثر بحق المواطنين، هل هنا يمكن أيضا أن نتحدث حول أن نتنياهو يريد أن يحاصر بعد أن حاصر قطاع غزة القدس المحتلة وأيضا الضفة الغربية في نفس الوقت؟ طبعا ما يحدث في قطاع غزة هي صورة مستقبلية للضفة الغربية. أولا القدس تم حسمه، إذا تحدثنا بكل واقعية، الأعياد اليهودية أظهرت أن الحسم الصراع العربي الإسرائيلي قد حسم، وبالتحديد بالرغم أن المقاومة الفلسطينية أحد أهدافها أن ما حدث في القدس والانتهاكات والاقتحامات، أن أحد أهداف حركة حماس أن الضربة الأخيرة هو بسبب القدس، ولكن الأمور أعمق من ذلك. ليس هذا فحسب، الاحتلال الإسرائيلي معني في عملية التهجير، سواء كان التهجير الفلسطيني من الضفة الغربية إلى الأردن أو تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء. لماذا؟ الضفة الغربية هي تعتبر هي أهم من تل أبيب، هي تعتبر يهودا والسامرة بالنسبة لدولة إسرائيل الكبرى أو دولة إسرائيل الاحتلال الحالي. الآن معنيين في عملية الاستمرار في حالة قضم الأرض، بالتحديد مركزون حاليا على مناطق المصنفة جيم، هذه المناطق التي تعتبر اقتصاديا وسياسيا ودينيا. لذلك هذا المشروع الصهيوني هو لن يوقف عن حد معين، هم حتى على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية يقولون سوف يتم تقويتها، بالعكس الاحتلال الإسرائيلي الآن يضعفها تدريجيا حتى على مستوى الكيان السياسي في الضفة الغربية، سوف يتم إنهاؤها، سوف يتم إنهاؤها حتى على مستوى أن هناك مدة داخل سياق الأمن القومي الإسرائيلي مدة 5 سنوات ويتم إنهاء كل وجود سياسي فلسطيني، وحتى يتم وضع الفلسطيني تحت سياق أنه كان مقيم وليس مواطن، بمعنى الإنسان الفلسطيني الذي رضي أن يبقى تحت إطار الاحتلال الإسرائيلي عليه أن يبقى أن يرضى بامتيازات المقيم، بمعنى أنه ليس له حق بأي واقع سياسي، وليس له حق بأن يحصل على مواطنة إسرائيلية، وليس لديه الحق بأن ينتخب الكنيسة أو الواقع الإسرائيلي. أما الوضع الآخر الفلسطيني الذي لا يقبل أن يبقى في هذا السياق وهذه الشروط بأن يكون عبدا للاحتلال الإسرائيلي، عليه أن يذهب، إما أن يذهب إلى الأردن أو يذهب إلى مصر أو يذهب إلى الأخرى. ناهيك أن هناك نقطة أخرى، الذي لا يقبل بعملية التهجير الطوعي أو القصري أو عملية أن يبقى تحت عبد. نعم دكتورة تمارا، هل تسمعيني؟ يبدو أننا فقدنا التواصل مع الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، كانت تحدثنا مباشرة من رام الله.